السلام عليكم الخوت، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير دايما الجديد. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد المشروب اللي غيعطيك القوه والنشاط نهار كامل من الصباح حتى تمشي تنعس، وراه فيه الدواء بزاف صحي بزاف ويطلع لك هرمون التستوستيرون. وفي الناس اللي بغاو ينشفوا هاد المشروب هذا يعاونكم بزاف 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 في التنشيف، وراه مجرب وراه عطاتو لي واحد اخصائيه التغذيه اللي غتشوفوها هنا في التصويره فوقاش مشيت عندها، راه عندي الفيديو معها، هي اللي عطتني هذا العصير هذا باش تنقص به الدهون. مع انا كنخدم بزاف، يعني كنوض بالصباح بكري نخدم نتمشى بزاف ونتحرك بزاف وفي العشيه نتريني، عطات لي هذا المشروب هذا باش كيعطيك الطاقه نهار كامل، الطاقه ديال العود بقى جوري بحال العود. المهم الخوت، هاد المشروب هذا كيتكون من شي حوايج موجودين عندك في الدار، غتشوفهم دابا معايا في الكوزينه، يعني ما تحتاج تمشي تشريهم، هاد الحوايج عندك في الدار، هاد المقادير هادو راه عندك غير في الدار غير في الكوزينه. اي بلد، يعني في اي بلد عربي عندهم هاد المقادير هادو. المهم الخوت، الفوائد ديالو كما قلت لكم النشاط والقوه العضليه، ويعطيك يطلع لك هرمون التستوستيرون اللي هو مهم، لان الا طلع هرمون التستوستيرون كتطلع السعاده وكيطلع كلشي كيطلع. زائد يعني كيعطيك حارق دهون، حارق دهون طبيعي، وفيه ارجينين لان فيه الجنجبيل، الجنجبيل غني بالارجينين اللي كيكون في بري ورك اوت، يعني الارجينين اللي كيفتح العروق ديال الجسم وديال القلب وداكشي باش الهواء والدم يتحرك في تحرك مزيان. الا فيه الفوائد ديال الخرقوم، كما كتعرفوا فيه فوائد بزاف الخرقوم، والقرفه حتى هي كداوي الجروح وكداوي يعني الاصابات الديشيرور وداكشي، الا كتعاون في حرق الدهون وكتنظم يعني السكر في الجسم باش ما يطلعلكش الانسولين، الانسولين كيكون هابط بسبب القرفه. المهم انا ماشي طبيب، هادشي اللي كنعرف على هاد يعني هاد المواد هادي، واللي بغى يعرف اكثر يشوف في يوتيوب الناس اللي مختصين، الاطباء وداكشي اللي مختصين في هادشي هذا. انا هادي هاد العصير عطاتو لي واحد اخصائيه التغذيه وبغيت نقسموها معكم، كما دائما ما كنخبي عليكم حتى حاجه، ما نخليش ليا بوحدي، نستغلو غير انا والمتابعين ديالي، يعني ما نعطيهم حتى حاجه نبقى نعطيهم التخربيق. ديما كنقسم معكم غير حاجه مزيانه، نخليكم بالعصير يلا الكوزينه. هذا المشروب الخوت غنديروه باشياء بسيطه اللي موجوده عندنا في الدار، كاين شي حاجه غنشريوها ولا شي حاجه، يعني غنحتاجو واحد نص كوب ديال الماء سخون شويه حامي ماشي طايب، حامي، واحد نص ليمونه، واحد معلقه صغيره ديال العسل ما تكونش عامره بزاف، يعني حسب نص معلقه بحال هادي، إذا كانت صغيرة على هادي معلقة كاملة. عندنا هنا نص معلقة ديال القرفة، نص معلقة ديال الزنجبيل، سكنجبير، غبرة، نص معلقة ديال الخرقوم أو كركما كيفاش كيقولو بعض الناس، المهم الخرقوم، أو كاين اللي كيسميوه الزنجبيل الهندي. المهم هادشي اللي غنحتاجو الخوت، دابا نوريكم الطريقه كيفاش غنعدلو هادشي. اول حاجه نديروها الخوت، غنعصرو الليمونه ديالنا فوق هاد الماء، نعصروها مزيان بهاد الطريقه هادي، يعني ما نخليو فيها حتى حاجه، كما كنقول لكم دائما تضيع حرام. اختاروا شي ليمونه تكون فيها الماء مزيان. من بعد الخوت نحطوا الكركمه ديالنا، المهم انا عيني ميزاني نورمالمون نص ديال المعلقه، غنحطوا بهذه الطريقه هذه، نحطوا الزنجبيل نفس الشيء نص معلقه، ونحطوا القرفة عاود نص معلقة صغيرة، وأخيرا نحطو العسل
هادي نحرقوها مزيان حتى يدوب ديك العسل. الخوت مشروب ديالنا هذا اللون اللي كياخد ها كيفاش كيولي، هذا نشربوه على الريق نص ساعه قبل ما ناكلو ها كيفاش كيتشرب. المذاق ديالو واعر والله العظيم، مذاق حلو ديال العسل وفيه ديك يعني ديال الزنجبيل والقرفة والخرقوم، عطاو له واحد المذاق خارق. ما تضيع حتى حاجة. نتمنى ان شاء الله يكون عجب لكم هذا المشروب، هذا استعملوه راه فيه فوائد بزاف وغتشكروني عليه.